والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تاريخ اليوم 28/2022 نحن الأردنيين المتواجدين في الساحة الأردنية بالمملكة الهاشمية المتواجدين في الأرض يتلقون العلاج والمحاليل برسائل رسمية من وزارة الصحة الليبية لتلقي العلاج على أقرب الدولة الليبية، حيث تم الإيقاف علينا على حساب الدولة الليبية وذلك بسبب ديون متراكمة، وقد تم إيقاف العلاج بالدكتور حسين السرطان مناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الحميدة والنائب العام الصديق السور ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التدخل القوي والسريع لإنقاذ حياة المرضى الليبيين المتواجدين على الساحة الأردنية، منهم واحد مرضى الأمراض المبعوثين برسائل رسمية، اثنين مرضى التوحد، ثلاثة مرضى العمر، أربعة مرضى الكلى، خمسة مرضى القلب. والذين قد يفقدون حياتهم نتيجة توقف العلاج عليهم نحملكم كافة المسؤولية ما يحدث من إضرار وخسائر في الأرواح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.